مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم إهمال علاج تكيس المبايض. يعتبر تكيس المبايض من الأمراض التي تصاب بها بعض السيدات بسبب وجود الخلل الهرموني، فلتكيس المبايض الكثير من المضاعفات التي تصاب بها السيدة في حال إهمال العلاج. فقد يسبب تكيس المبايض الكثير من الأضرار، منها على المدى القريب، ومن بينها حدوث خلل بالدورة الشهرية أو غيابها لمدة طويلة دون سبب، كذلك وجود حالة نمو الشعر بغزارة على الوجه والصدر والأرداف. ويعتبر تكيس المبايض من أكثر الأسباب انتشاراً التي تسبب تأخر عملية الإنجاب، وذلك لأنه يؤثر على عملية الإباضة. كذلك في حالة إهمال علاج تكيس المبايض يؤدي إلى الإصابة بالتهاب الكبد الدهني، والذي يحدث بسبب تراكم نسبة الدهون في الكبد. وقد تصاب السيدة التي لديها متلازمة تكيس المبايض بمرض السكري بسبب إنتاج الجسم بكميات من الأنسولين مع عدم القدرة على استخدامه. أيضاً الكثير من السيدات المصابات بمتلازمة تكيس المبايض تصاب بزيادة في الوزن، الأمر الذي يؤدي إلى تعرضهم بانقطاع النفس النومي. كذلك تمزق تكيس المبايض، حيث أنه من الممكن أن يتمزق هذا التكيس ويؤدي إلى أعراض مثل ألم في أسفل الظهر والشعور بانتفاخ في منطقة البطن والنزيف شديد. هناك العديد من الطرق لعلاج تكيسات المبايض، فغالباً ما تعتمد خطة العلاج إلى استعمال الأدوية الهرمونية مثل حبوب منع الحمل لاستعادة التوازن الهرموني، كذلك أدوية لعلاج السكري أشهرها مادة الميتفورمين. أيضاً في بعض الحالات التي تكون فيها أحجام التكيسات كبيرة، يلجأ الأطباء إلى إجراء عملية لإزالة التكيسات الموجودة على المبايض. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تغيير بعض العادات في نمط المعيشة كاتباع نظام غذائي صحي، ممارسة الرياضة، الحصول على قسط كافي من النوم، من شأنه أن يساعد على تنظيم فترات الحيض وتقليل أضرار تكيس المبايض.